شوفوا اخوتي يدخلوا في العباد بالوجوه وبالصف وبالوجوه يدخلوا في العباد وعاملوا في العباد. ولاد على السلامة ومرحبا بكم. حابين اليوم نخرجوا معاكم لبلاصة جديدة باش نمشيو نبارطاجيو لكم فيديو جديد شقال الفطر ويوميات رمضان في مكان جديد، وان شاء الله كي نوصلوا نبارطاجيو معاكم البلاصة. ان شاء الله تعجبكم البلاصة وما تنساوش ديري لايك لي كومونتيرات نتاعكم. ان شاء الله الايامات الاخرى 10 ايام هذم مازال 9 ايام 10 ايام معناها الاخرانيين في رمضان كل مره نمشيو البلاصة. هو الطقس شويه هواء ما نعرفش يقلق حتى في الصوت. دور لكم الكاميرا هاكم تشوفوا لابسين حاضرين. اليوم خرجنا تو برسك ستة وشوية متاع العشية في توقيت موسكو. خرجنا معاكم حابين نمشي ونبارتاجيو معاكم فيديو جديد فلوغ جديد ومعلومة جديدة للمقيمين في روسيا، ولا معناها العباد اللي جاية من معناها باش تعيش في روسيا ولا في موسكو. شوفوا الأوضاع، الطقس طقس طيارة، عبارة معناها عبارة طقس صيف، معناها دافية الدنيا. اليوم حابين نمشي ونبارتاجيو معاكم في بلاصة جديدة فيديو جديد، نعطيو معلومة جديدة للناس كما حكيت لكم اللي تعيش في موسكو ولا اللي جاي لموسكو في المستقبل. إن شاء الله نمشيو نوصلوا البلاصة ونصوروكم ونحكيو لكم على البلاصة. ما نحبوش نحكيو لكم تو، تبعوا الفيديو الآخر، فيديو طيارة برشا إن شاء الله يعجبكم. ما تنساوش لي بارتاج لي لايك. إن شاء الله نزيدوا نوصلوا البلاصة ونزيدوا نصوروكم. دور لكم الكاميرا شوفوا شوية الأجواء لهنا، هذه الأجواء من موسكو. كما تعرف تسخن الدنيا شوية معناها ثم تكثر الأجواء تكثر الناس الشاء. أنا مش ندخل المترو تو، البوابة الباب بتاع المترو مترو سينجلسكا. هبتي في وسط المترو تو تحت القاعة معناها ريسك 400 300 متر تحت القاعة. لقيت مش نخرجوا تو من المترو كما تشوفوا المترو هذايا مترو مينسكا. تخرج من المترو معناها من الباب 2 1 2 دوبا تخرج معناها تمشي شوية برسك 100 150 متر ونلقاو باش نصور لكم لهنا معناها كيفاش باب الخروج باش أي واحد ينجم يجي يحب يجي يشوفوا الناس معناها معمرة بين الناس. أي واحد يحب يجي يعرف معناها منين يخرج بالضبط. الخروج من 1 ل2 الباب، الناس كل تجي تشق فطرها لهنا، تجي تشق فطرها مجانب ثم اللي معناها يجي
شوفوا اخوتي يدخلوا في العباد بالوجوه وبالصف وبالوجوه يدخلوا في العباد وعاملوا في العباد الرضايا بالمعارف يدخل في الناس. عندك معرفة تدخل ما عندكش في رمضان هكا. شوف عندك معارف تدخل هذا اللي لابس كاسكيت لابس الازرق يعيط لاصحابه يجي يدخل منه يجي يدخل منه ما نعرفش يفطروا في العباد في رمضان ولا نعرفش فاش كيفاش يعاملوا في العباد. غريبة والله قعدت مستغرب عباد شد الصف ما نعرفش سبحان الله والله واحد جاي باش يشق فطره يشوف الهمة جاية ودزان وضربان بصفة غريبة بصفة غريبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولاد كما تشوفوا جينا لهنا راك تشوف الخيمة هذه معبية بالعباد معمرة بالناس معمرة بزاف الصف شادينا الصف ما حبوش ما عارف شادينا الصف وبعد غلق وخرجوا مش همجية ياسر همجية دزان وضربان واحد معناها جاي باش يصور ويشق فتره شويه معناها ترسيل وعامل عركه دار مع ياسر همجية هذاك علاش شديت شويه الصف وبعد جبت تروح جيت قعدت لهنا كان يشن ما زلت تراي جاي نشوف الصف لهنا يعطيو في الماكله هنا شوفوا كيفاش الصف يمشيت في سنه نوال شوفوا كيفاش شادين الصف لا باش ياخذوا الماكله ومازالوا 15 دقيقه شق الفطر يا برست اسمي مايو يعني تسمي شان يا الفريجي واحد السنه رمال السنه رمال شوفوا مثلا مش ندور لكم كاميرا شوفوا خوتي الصف لا حول ولا قوة إلا بالله ياخذ دبو سماء بالوريق نحباها شوفوا الصف شوفوا ما شاء الله ولا تهزهم كل دائما لا توديش كباجاس شوفوا الفرق في هاي برات فجأة سويش بس يبقى شوف لنا هذه أجواء رمضان في موسكو ياد هذا شاطيهم في الفطور مر مقارونة شوية دجاج شوية خبز مدانينا ماء على كل حال يرحم والديهم هذه الشربة كاس هذه الشربة ولاد كملنا شقنا الفطر نتاعنا لعبت علينا شوية دوخة بعد شق الفطر هذا الشهر Ребята, которые выступают главными спонсорами этих вечеров наших шахтеров, Туркменистана, они из города Кунья-Урганч. Аль-Хамдулилля. Пусть Аллах воздаст им благо. Аминь. Мы продолжаем. Я еще раз хочу напомнить всем вам, что уже не десятая ночь, уже вот еще меньше, вот действительно не только тебе времени. Я покажу вам пласт ажды до льон, шуфу нес, мабья бен нес, мамура бен абед, شقينا فطرنا كما وعدتكم حبيت نبارطاجي معاكم بلاصه جديده اللي يحب يجي مرحبا به مترو مينسكا معمره بالعباد ما نكذبش عليكم تمرمدنا شويه بون الحمد لله تعشينا فطرنا ان شاء الله ما نعرفش غدوه بعد غدوه نمشيو لبلاصه اخرى نصوروا لكم كيفاش معناها الاجواء من موسكو من هنا كيفاش الافطار وكيفاش في جامعه اخر مثلا هذا جامعه اسمه مينسكا نمشيو الجامعه